السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدارس الوطن العربي. اليوم سنتحدث عن المفعول لأجله لطلاب الصف الرابع الأساسي. نتأمل عزيز الطالب الأمثلة الآتية: يصوم المسلم طاعة لربه. نرى أن الجملة فعلية ابتدأت بالفعل المضارع يصوم. من الذي قام بعملية الصوم؟ هو المسلم. إذا المسلم فاعل طاعة لربه. نحن نبحث في الجملة الفعلية عن فعل وفاعل ومفعولا به. نرى طاعة ليست مفعولا به بدليل أنه لم يقع عليها فعل الفاعل. إذا ما هي طاعة؟ لنرى أداة الاستفهام لماذا؟ جوابا على سؤالنا لماذا يصوم المسلم طاعة لربه. إذا سبب حدوث الفعل هو الطاعة. إذا طاعة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لنرى المثال الثاني: عاقب القاضي المجرم تأديبا له. عاقب فعل ماض، القاضي هو من قام بعملية العقاب ونعربه فاعل مرفوع. على من وقعت عملية العقاب؟ وقعت على المجرم. إذا المجرم مفعول به منصوب. إذا تأديبا ما موقع حال الإعراب؟ إذا وجد المفعول به ما موقع تأديبا من الإعراب؟ لندخل أداة الاستفهام لماذا؟ وتذكر معي أن لماذا من أدوات الاستفهام التي تبين سبب حدوث الفعل. لنرى كيف ستصبح الجملة. لماذا عاقب القاضي المجرم؟ الجواب: تأديبا له. إذا تأديبا جاءت ردا على سؤالنا لماذا؟ والذي يبين سبب حدوث الفعل نطلق عليه المفعول لأجله. لنرى المثال الثالث: تناول المريض الدواء رغبة في الشفاء. تناول فعل ماض، المريض فاعل مرفوع، الدواء مفعول به منصوب. إذا ما موقع رغبة من الإعراب؟ لنسأل عنها بلماذا؟ تصبح هكذا: لماذا تناول المريض الدواء؟ الإجابة تكون رغبة في الشفاء. إذا رغبة بيّنت لي سبب تناول المريض للدواء وهو رغبة في الشفاء. انتقل معي إلى المثال الأخير: أذاكر طلبا للعلم. من الذي يذاكر؟ أنا. إذا أنا الفاعل ضميرا مستترا تقديره أنا. من الذي تقديره أنا؟ فاعل مستتر. مستتر أي يعني مخفي غير ظاهر في الجملة. أذاكر طلبا للعلم. من الذي يذاكر؟ أنا. لماذا أذاكر طلبا للعلم. إذا طلبا بيّنت لي سبب قيامي بعملية المذاكرة. إذا نستنتج أن المفعول لأجله هو اسم منصوب. لاحظ جميعها منصوبة: طاعة، تأديبا، رغبة، طلبا. إذا هو اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل أو يبين لماذا قام الفاعل بهذا الفعل. نستكشف أو نسأل عن المفعول لأجله بالجملة باسم الاستفهام لماذا؟ لماذا نضعها في بداية الجملة؟ والجواب الذي يأتي بعد السؤال عن لماذا هو يكون المفعول لأجله. والآن بعد أن قمنا بشرح المفعول لأجله ننتقل إلى التدريبات صفحة رقم 46. 1- ابدأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين.
حفاظا، رفقا، طلبا، ترويجا، استعدادا. ألف، وزعت الشركة المنتوج على الفرق الكشفية ترويجا له. باء، استيقظت العائلة مبكرا استعدادا للذهاب في رحلة ممتعة. جيم، نساعد كبار السن رفقا بهم. دال، نأتي إلى المدرسة طلبا للعلم. هاء، لا ترمي الأوراق على الأرض حفاظا على النظافة. 2، املأ الفراغ بما يناسبه على نمط المثال. مثال، فتحت الأم النافذة تجديدا للهواء. ألف، سجدت شكرا لله. باء، أقف احتراما لعلم بلادي. جيم، نزرع الأشجار محافظة أو حفاظا على البيئة. دال، ينظم شرطي المرور السير منعا للحوادث. السؤال الثالث، اسأل زميلك شفويا سؤالا يبدأ بلماذا على كل من الجمل الآتية حسب المثال. مثال، تستخدم المصانع الحاسوبة توفيرا للوقت والجهد. ب، عاقب القاضي المذنب تأديبا له. جيم، يتعاون أبناء الأردن حبا للوطن. ألف، لماذا سعى الرجل في البلاد؟ باء، لماذا عاقب القاضي المذنب؟ جيم، لماذا يتعاون أبناء الأردن؟ ننتقل الآن إلى الكتابة، صفحة رقم 47. الكتابة تتحدى في السؤال الأول، اكتب كلمتين على نمط كل من الكلمات الآتية. نرى كلمة نمط. لحتى نأتي بنمط الكلمة يجب أولاً أن نشير أن الكلمة فعل ماض أو مضارع أم أمر. ثانياً، يجب أن نعلم كم عدد حروف الكلمة. ثالثاً، يجب أن ننتبه إلى أن الكلمة هل بدأت بهمزة وصل أم بهمزة قطع. فإذا بدأت الكلمة بهمزة وصل يجب أن نبدأ بهمزة وصل، أما إذا بدأت الكلمة بهمزة قطع يجب أن نأتي بكلمة تبدأ بهمزة قطع. اخترع، مثال أو نمط على كلمة اخترع، استمع وابتكر. ألصق، نمط لكلمة ألصق، أبدع وأقسم. اكتب، ادرس، ارسم. أخذ، أسر، أمر. استعمل، استخدم، استمتع. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، ضع الهمزة المناسبة سواء كانت همزة وصل أم همزة قطع في الفراغ في كل مما يأتي. وقد علمنا سابقا حتى نفرق بهمزة بين همزة القطع والوصل نضع الفاء أو الواو قبل الكلمة، فإذا لفظت الهمزة ستكون همزة قطع، وإذا لم تلفظ الهمزة فهي همزة وصل. ألف، استقبل أحمد ضيفه بحفاوة. نضع الواو أو الفاء واستقبل، هل لفظت الهمزة؟ لم تلفظ، إذن هي همزة وصل. باء، انتبه الماشي إلى حركة السيارات. جيم، أسر جنودنا كثيرا من جنود العدو. وأسر، فأسر، إذن لفظت الهمزة، إذن هي همزة قطع. دال، أرجع علي الكتاب إلى المكتبة. هاء، اجلس أمام الحاسوب جلسة معتدلة. ننتقل الآن إلى التعبير، صفحة رقم 48. السؤال الأول، رتب الكلمات الآتية لتؤلف جملة مفيدة. الجوائز، تكريما، المدير، للمتفوقين، وزع. تصبح الترتيب الصحيح، وزع المدير الجوائز تكريما للمتفوقين. السؤال الثاني،
رازي واحدا من أبرز علماء الطب. مثال على نمطها، صار البتاني واحدا من أبرز علماء الفلك. صارت الضمادات من أهم مواد الإسعاف الأولي. نماط على نمطها، صارت مهنة التمريض من أهم المهن الآن.